طيب خلينا نسأل، خلينا نشوف أسئلة سعدية. والكاميرا سعدية بتقول عنك ما شاء الله ما زلت محافظة على جمالك، شوف كديش هي بتحبك. طيب مش مشكلة. هل يكون لنا السبق في برنامجنا للحديث عن عمليات التجميل هي هذا السبب؟ شفتي شو السبب؟ عمليات التجميل، انت يعني محافظة على جمالك، انه ايش السبب في هذا عمليات التجميل؟ اقعد اقول لهم عمليات التجميل، اقول لهم ايش بتحب تقول لك، يعني تقول لك يعني عامل عمليات تجميل مثلا، وش اللي تحب تقول للجمهور؟ هاي بداية نحب محمد فيه. انا شايفها حلو بدون عمليات تجميل والله. طب هي مش عاملة تجميل. لا هي سعدية بتقول، كانت نسألي اياها انه ايه ردي قولي مش عاملة تجميل. لا ما بقدر اكذب، انا عاملة منخاري ليش؟ طب انفك اوكي عاملة انت، هو المشكلة. يعني شكله كبير يعني كيف احلى قدام العالم. أنا شوي يعني كيف كان شكله قبل عن جد إلنا للحديث يعني. شوفت لاكس هلا حلوة وقبل حلوة هاي حلوة. أغني في إلي أغاني قديمة أنا تقول لها ماكو ما أقدر أقول لك مزبوط بالألف. طيب اسمع خلينا أسأل أسئلتي ونخلص من سعدية. يعني هي اللي كاتب الأسئلة. أنا سيبك من سعدية، أنت شو بدك تقول؟ طيب مش أنت طيب. قلت إحنا بدنا ندردش دردشة عائلية. زدت الورقة من إيدك واحكي معي أنت شو حابب تسألني. طيب ها هيك هيك ندردش زي ما إحنا قاعدين. شو جاي بالك يعني من خلال ما إحنا عم نحكي نسترسل بالحكي شو بيخطر